بعض المفكرين الإسرائيليين والكلمة الإسرائيليين يقولون لماذا دولة فلسطينية؟ لماذا تكون كيان سياسي لكل مدينة لكل محافظة فلسطينية في مناطق ألف ونضم لها شوية من مناطق باء؟ وهؤلاء كل واحد يشكل كيان مستقل، وبعضهم سماه إمارة إسلامية كما أو إمارة عربية كما أو إمارة قبائل كما سماها بعض الخبراء الإسرائيليين المتطرفين في إسرائيل والذين يعيشون عصر الحجر لا يعيشوا عصر اليوم. هؤلاء تحدثوا عن موضوع إمارات في داخل، ونسميها سابقا كانتونات، ونسميها أبارتيد في جنوب أفريقيا وهكذا. ولذلك موضوع الدولة الفلسطينية مع الأسف يتأثر تأثرا بليغا سلبا بمناطق ألف ومناطق باء ومناطق جيم.